Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى موضوع جميل جدا وهو كيف تجعل لغتك الإنجليزية تبدو راقية وفخمة. الجميع يتمنى أن يكون لغته الإنجليزية تبدو أمام الآخرين راقية وفخمة، فذلك سوف يؤثر عليهم ويجعلهم يحترموا لغتك أكثر. الحقيقة أن هناك نقطتين يجب أن تركز عليهم لتجعل لغتك الإنجليزية تبدو راقية وفخمة أمام الآخرين. النقطة الأولى هو استخدام عبارات راقية وجميلة، لأنه الناس اللي لغتهم الإنجليزية راقية وفخمة يستخدموا هذه العبارات، أنت لازم تستخدمها أيضا. هذه العبارات سوف أذكرها لك وهي عددها جميل جدا وكافي، ممكن تغير يعني مستواك في اللغة الإنجليزية وتظهرك أمام الآخرين بمستوى راقي ولغة فخمة جدا في اللغة الإنجليزية. طيب النقطة الثانية هي أنك أنت تقوم بعملية دمج كلامك بحيث أنه يصبح مثل ما الأمريكان يتحدثوا. يعني الأمريكان والبريطانيين اللي هم أصحاب اللغة الأصل لا يقومون بتحدث اللغة الإنجليزية كما نتحدثها نحن، يعني لا يقولون مثلا is he، لا يقومون بالدمج، وسوف أشرح هذه النقطة. لكن نعود إلى النقطة الأولى. النقطة الأولى، ما هي هذه العبارات التي تجعل لغتك الإنجليزية تبدو فخمة وراقية وتجعل الآخرين ينظروا إليك بشكل يعني مندهل ومنبهر؟ ركز على العبارة التالية وقم بعملية حفظها وتكرارها من وقت إلى آخر. أنت عندما تتحدث اللغة الإنجليزية أو عندما يسألك شخص سؤال مثلا مباشر معروف إجابته، السؤال مباشر عادة يكون بي آر يو دو يو، فإما تكون يس ولا نو. لكن في أسئلة بتكون مثلا ما رأيك، وات دو يو ثينك، هاو دو يو لايك، واتس يور أوبينيون، واي، لماذا. هذه الأشياء بدل ما أنت يعني تجيب إجابة مباشرة، في بعض العبارات تجعل لغتك الإنجليزية تبدو حلوة وراقية، مثل well actually، حسنا في الواقع، أو ممكن تقول first of all، first of all يعني قبل كل شيء، with all due respect، with all due respect، مع كامل احترامي، with all due respect، تمام؟ I am so grateful، أنا ممتن جدا. I appreciate your effort، أنا أقدر جهدك. I appreciate your effort. I owe you، أنا مدين لك. At your service، تحت خدمتك، تحت أمرك. My pleasure، بكل سرور. Not at all، not at all، لا شكر على واجب. ممكن تقول أيضا between you and me، بيني وبينك، between you and me. There is no doubt، there is no doubt، لا يوجد شك. أو ممكن تقول no doubt. To be frank with you، to be frank with you، أكون صريح معك. أو ممكن تقول frankly، بصراحة. أو frankly speaking، نتكلم بصراحة، frankly speaking. To be honest with you، أكون صادق معك. أو honestly، أو honestly speaking، نفس الطريقة. ممكن تقول أيضا at the beginning، I'd like to say that at the beginning، at the beginning، في البداية. I'd like، أود، I'd like to say، أود أن أقول that، أن محمد مثلا، أو الموضوع أو النقطة الفلانية، تكمل كلامك. لكن عندما تبدأ العبارة أو جملتك بهذه الطريقة تعكس للآخرين إنه مستواك في اللغة الإنجليزية رائع جدا. مثل نحن لما نسمع شخص يعني بيتكلم مش عربي مثلا ويقول لك في البداية أود أن أقول إنه يعني حلو لما تسمع إنه هذا الكلام. طيب above all، above all يعني قبل كل شيء. indeed، indeed بالفعل. certainly، certainly يعني بالتأكيد. verily، verily حقا. absolutely، absolutely يعني بالتأكيد أيضا. in fact، in fact في الحقيقة. as a matter of fact، as a matter of fact نفسها بالنفس موضوع في الحقيقة. عندنا أيضا as it happens، as it happens تستخدمها في العبارات كما يحدث. as usual، كالعادة. as usual. essentially، essentially أساسيا. هذه الكلمات وهذه العبارات تستخدمها في حوارك وانت بتتكلم، ادخلها في الحوارات أو ابدأ فيها حوارك، هتشكل فرق كبير جدا. in essence، in essence المضمون، يعني المضمون. as well as، as well as انت بتتكلم بتقول as well as بالإضافة إلى،
هاي تجعل لغتك تبدو ايضا حلوه جميله. Fortunately لحسن الحظ. Unfortunately لسوء الحظ لم اتمكن من مثلا اللحاق بالقطار او فوت الرحله. عندنا ايضا as far as I know على حد علمي، على حد علمي as far as I know. Regardless of بغض النظر عن، يعني تقول واحد يا اخي بغض النظر عن المشاكل اللي حصلت مؤخرا انا مسامحك. Regardless of the problems which happened recently I forgive you، انا مسامحك، انا بسامحك. يعني ممكن تقول لحدهم as a result نتيجة لذلك as a result، تمام؟ يعني هذه العبارات انت لازم تستخدمها، مثل كما خبرتك with all due respect. يعني ممكن تقول واحد with all due respect you are not allowed to come here او to sit here او to enter here او to be here، تمام؟ يعني انت مش مسموح لك، مع كامل احترامي مش مسموح لك انك انت تتواجد هنا او تكون هنا او تحضر هنا. هذه النقطة الأولى، والعبارات هذه استخدمها وهتشوف كيف تأثر بشكل كبير جدا في لغتك الإنجليزية وتظهرها مظهر راقي جدا. النقطة الثانية اللي خبرتك عليها، توقف إنك أنت تستخدم is he are you is there. يا سيدي كل العملية بسيطة جدا، ادمج الكلمتين is he، قل is he is she is he are you are they is it easy where is can you I can يعني ما اقول I can، لا I can swim I can play I can. طيب I can not I can't I can't. لا تقول did you قل did you في جيم، يعني نعم في جيم did you. لا تقول was he، هل كان هو، was he with you، هل كان هو معك. لا تقول was she، قل was she. لا تقول going to، قل I'm gonna. لا تقل I will، ولكن قل I'll. لا تقل I want to تختصر I wanna. لا تقل I wasn't. لا تقل for you. هذا الدمج وتلك العبارات تجعل لغتك الإنجليزية تبدو أمام الآخرين محترفة، وكأنك درست في أمريكا، وكأن لغتك الإنجليزية يعني من الطبقة الراقية. عبارات كيف تتفق مع شخص، يعني أنت شخص بيتكلم وأنت تريد أن تتفق معه في أفكاره، فتقول له أول عبارة You are absolutely right. أنت تماماً محق. I agree with you. أنا أتفق معك. I agree with you. That's right. العبارة التالية. That's right. ذلك صحيح. That's right. إذا تستطيع أن تقول I agree with you. That's right. You're absolutely right. وهناك تعبير رائع جدا وهو We are of one mind. يعني تفكيرنا واحد. أنت بتتكلم عبارات وأنا متفق معك، فمن العبارات اللي بنتفق فيها نقول يعني We are of one mind. إحنا تفكيرنا واحد. We are of one mind. الجملة التالية No doubt about it. نعم الداوت، البي لا ينطق، يعني لا تقول دوبت، لا داوت. نو داوت يعني لا شك، اباوت ات عنها يعني لا شك انه كلامك هذا صحيح. نو داوت اباوت ات، لا شك انه كلامك صحيح. I had the same idea. I had
the same idea. والله كان عندي نفس الفكرة. I had the same idea. I had the same idea. You are so right. You are so right. تدمج. You are. You are. You are so right. أنت محق كليا. You are so right. وهذه عبارات بنستخدمها كثير جدا عندما نتحدث مع شخص ويقول لك مثلا والله أنا أعتقد أن الدولة الفلانية أو الوجبة الفلانية أو المدرسة الفلانية أو الجامعة الفلانية جيدة سيئة، فتقول له I agree with you. That's right. You are absolutely right. We are of one mind. No doubt about it. لا شك يعني حول الموضوع هذا. I had the same idea. والله كان عندي نفس الفكرة. You are so right. أنت محق تماما. هذه عبارات أنت بتحتاجها وبتستخدمها وضروري تستخدمها. إذا ما استخدمتها هتنساها. Our thoughts are peril. Our thoughts are peril. Peril يعني أفكارنا نفس بعض. Our thoughts are parallel. Our thoughts are parallel. Parallel. طيب أفكارنا نفس بعض. I don't doubt you are right. أنا لا أشك إنك أنت على حق. أنا يعني أكد لك إني أنا متأكد إنك أنت محق. I don't doubt you are right. I don't doubt. هاي ثاني مرة نستخدم كلمة doubt. وهي doubt بدون البي لا ينطق البي. I'd go along with you. وهذه تعني أنا معك، أنا ماشي معك، يعني أنت امشي وأنا معك، أنا مصدقك كليا وماشي ماسك الخط معك. I'd go along with you. I'd اختصار I would go، بس تقول I'd go أفضل. I'd go along with you. I see what you mean. أنا فاهم قصدك. I see what you mean. أنا فاهم قصدك. I see what you mean. كررها عشان تحفظها. I could not agree with you more. I could not agree with you more. يعني كما نقول ما مش قادر أخالفك الرأي. أنا لا أستطيع إني أخالفك الرأي. I could not agree with you more. That's exactly what I was thinking. ذلك بالضبط ما كنت أفكر فيه. يعني هو بيتكلم صديقك وأنت بتقول له That's exactly what I was thinking. هذا بالضبط ما كنت أفكر فيه. العبارة التالية I could not have said it any better. I could not have said it any better. صدقني ما كنتش هقدر أشرحها بالطريقة اللي أنت قلتها. يعني أنا متفق معك، مش هقدر أقول أكثر من اللي أنت قلته أو أفضل من اللي أنت قلته. هذه من العبارات المتقدمة، بس لو استخدمتها أسلوبك رائع جدا هيكون في اللغة الإنجليزية، أو يظهر للآخرين أن لغتك الإنجليزية قوية. I could not have said it. Any better. آخر عبارة. You have hit the nail on the head. يعني كما تقول أنت والله حطيت النقاط على الحروف، أو أنك أنت ضربت المسمار في المكان المناسب، أو يعني هو تعبير مجازي. You have hit، أنت ضربت the nail المسمار on the head على الرأس، يعني أنت أصبت الهدف، أو هذا ما نريد أن نتحدث عنه، هذه هي النقطة. يعني كل هذا أنت بتتفق معه. تعال نعيدها بسرعة كذا. أنا أتفق معك. I agree with you. ذلك صحيح. That's right. أنت محق كليا. You are absolutely right. نحن تفكيرنا واحد. We are of one mind. لا شك بذلك. No doubt about it. كان عندي نفس الفكرة. I had the same idea. أنت محق تماما. You are so right. تفكيرنا نفس بعض. Our thoughts are parallel. لا أشك إنك أنت محق أو إنك مش محق. لا أشك إنك أنت محق. لا أنا متأكد إنك أنت محق. I don't doubt you are right. أنا معك أو ماشي معك كما تقول. I'd go with
I'd go along with you. لا أخالفك الرأي. I could not agree with you more. عارف قصدك وفاهم قصدك. I see what you mean. ذلك بالضبط ما كنت أفكر فيه. That's exactly what I was thinking. مش قادر أشرح الموضوع أفضل منك. I could not have said it any better. أنت أصبت عين الهدف أو مسكت الموضوع من مكانه الصحيح أو شرحت الموضوع بالطريقة الصحيحة. You have hit the nail on the head. فهي لها تعبير مجازي. أتمنى يكون الفيديو فادكم وتشاركوه مع غيركم واضغطوا لايك إذا عجبكم الفيديو. Good luck. حظا موفقا. أنسي سنركم قريبا. مع سلامة الله.